فتحي مبروك، أكثر من 60 عاماً في حب الأهلي. كثيرون مروا من هنا، لكن التاريخ يتوقف كثيراً أمام بعض القلائل الذين قضوا عمرهم كله داخل جدران القلعة الحمراء. دخل فتحي مبروك النادي الأهلي في عمر 9 ليظل عاشقاً وخادماً للكيان الكبير. صنع الأهلي نجومية مبروك ومنحه كل شيء، واعترف النجم الخلوق بأفضال نادي القرن. لم يكن مبروك لاعباً عادياً احتل مكاناً أساسياً في تشكيلة الأهلي، بل كان لاعباً موهوباً نال إعجاب كل نجوم جيله وكل النقاد والجماهير. مرت السنوات وحصل مبروك على بطولات مهمة مع الأهلي وصنع مجداً كبيراً، ولم تتوقف مسيرة النجاح. فبعد الاعتزال أثبت موهبته وجدارته كمدرب يشار له بالبنان. كل مشوار مبروك مليء بالحكايات والأسرار والحواديت. تقابل مع أساطير ونجوم وتتلمذ على يد عباقرة كبار. كان من أقرب المدربين إلى قلب محمود الجوهري، وتواجد معه في مونديال 90، ثم الفوز بأمم إفريقيا 98 ببوركينا فاسو. حقق مبروك إنجازات عديدة مع الأهلي عندما تولى المهمة كمدير فني. لم يتخلف يوماً عن النداء في أصعب الظروف، وأصبح مدرب الإنقاذ بشهادة الجماهير. فتحي مبروك نجم الكرة وعاشق التنس يستعيد الذكريات مع المجري.